هذا وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي للقدرة بالبطولة الدولية لسباق القدرة والتحمل، دخل إلى كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود محملا بأمال ومعنويات عالية وبخبرة كبيرة لتحقيق إنجاز جديد لمملكة البحرين في رياضة القدرة، حيث يشارك سموه في البطولة التي تقام في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية تحت شعار ملتقى الفرسان تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية في موسم فعاليات شتاء طنطورة لمسافة 120 كيلومتر. هذا وقد تابع سموه الفحص البيطري الذي جرى في القرية بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة. وقد أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالتنظيم الجيد للفحص البيطري وجهود اللجنة الفنية والحكام، وأعرب سموه عن عظيم شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى على دعمه ورعايته المتواصلة، مشيرا سموه إلى أن متابعة جلالته حافز كبير له ولكافة الفرسان المشاركين. وأكد سموه على جاهزيته التامة لخوض السباق، مشيرا سموه إلى أن الجميع سيسعى لتسجيل اسمه بقوة، خصوصا أن السباق يحمل اسم قائد الأمة الإسلامية، وهو ما يعطي مؤشرا بأنه سيكون مثيرا ومثاليا ويتسم بالندية في ظل المشاركة الواسعة من مختلف دول العالم، مع وجود أسماء مميزة سبق لها تحقيق العديد من الإنجازات. مشيرا سموه إلى أن الفريق الملكي يمتلك نخبة من الوجوه الجيدة التي تمتاز بإمكانيات عالية وستكون قادرة على المنافسة من أجل تحقيق أفضل النتائج وعكس الصورة المشرقة لرياضة القدرة البحرينية في البطولات الخارجية، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة أفراد الفريق الملكي. وأشاد سموه بجهود الاتحاد السعودي للفروسية الذي بذل جهودا كبيرة تؤكد قدرته على تنظيم بطولات عالمية للقدرة، متمنيا سموه للاتحاد كل التوفيق والنجاح. هذا وقد قام سموه بتدريب خفيف مع بعض فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على أرضية المراحل والاطمئنان على سير خط السباق الذي سيقام لمسافة 120 كيلومتر. ما في شك الشرف الأكبر من كل شيء إن احنا نشارك في كأس خادم الحرمين الشريفين بمعية باقي الدول اللي جايين كضيوف للمملكة العربية السعودية. هذه تجربة أولى من نوعها، احنا عادة نسافر يعني خارج المنطقة إلى أوروبا وإلى مناطق العالم، لكن هالمرة نشوف ترتيب عالمي من هالنوع في المملكة العربية السعودية، وهذا يعني شيء يشكرون عليه. ثانيا المسارات راح تكون صعبة شوي، تكنيكال أكثر، السرعة ما راح تسمح لنا احنا نزيد، يعني السرعة راح تكون متوسطة بحكم الأرضية، فالذكي هو اللي بيسبق بكرة، الذكي اللي هو راح يتعامل مع الحصان والأرضية خير تعامل. لكن مهمتي أنا تختلف بكرة، مهمتي مشاركة، مهمتي مشاركة الفرسان وتواجد معاهم وأرفع على مملكة البحرين وأكون إن شاء الله يعني من الداعمين اللي أشوف هذه الرياضة تطور في المملكة العربية السعودية. طول عمر اهتمام المملكة وكأس خادم الحرمين الشريفين في الواقع بلا شك ودعم كبير للفرسان خاصة الشباب منهم، وحنا نشوفها الآن أكثر من 240 فارس وفارسة من مختلف دول العالم فيهم الفريق الملكي بقيادة سمو الشيخ ناصر. مدى الانطباع من تنظيم هذا النوعية من السباقات، خاصة أن احنا نظمنا في البحرين في الإمارات العربية المتحدة والآن المملكة العربية السعودية. الحمد لله، أقول لك مفخرة جميلة أن احنا نشوفها يعني تقام في المملكة العربية السعودية، وتواجدنا معها هو التركيز الأول والأخير لإنجاح هذه البطولة، وأنا الحقيقة بكرة أبي أتفرج على هالمناظر الجميلة في منطقة العلا وأبي أستانس في السباق، وأهل السباق في الأمام خلهم يروحون يتوكلون على الله، وإذا اركدوا يمكن أتواجد معهم في المقدمة، لكن أنا بمشي على خطتي بكرة أبي أستانس وأبي أتجول في هالبر، وإذا حصل مركز طيب بعد لا بأس فيه.